الاحتلال وجه ضربة قاسمة لكل الجهود الإقليمية والدولية التي سعت لتثبيت وقف إطلاق النار مقابل إنهاء أزمات قطاع غزة، فاتخذ الاحتلال من هذه الجهود غطاء حتى يمرر هذه الجريمة وهذا العمل الإرهابي الخطير. بالتالي نحن نحمل الاحتلال الإسرائيلي كل التبعات المترتبة على هذه الجريمة وهذه الحماقة، وكتاب القسام وكل الأذرع العسكرية لن تتوانى لحظة واحدة في فرض معادلة على الاحتلال الإسرائيلي حتى لا يقدم على ارتكاب أي جريمة بحق ابناء شعبنا الفلسطيني.